أولا تصميمه في دعم للرجل، مش مجرد بوت وخلاص، لا في دعم للرجل من هنا كده، من المنطقة دي في تبطينة هنا جامدة، بحيث لو الركاب دخل لحد هنا ما يزنقش عليك هنا فيعورك. تمام، المنطقة دي كلها منطقة واخدة دعم، هنا واخدة دعم. تمام، هنا المنطقة دي كلها كاوتش مش جلد، كاوتش زي بتاع العربيات، ودي بيسهل عملية الخروج من الركاب، حتى في حالة انك انت وقعت مثلا وحصل ضقر في الركاب كده ولا حاجة، فبيفلت بسرعة من الركاب. النعل كله طري، تمام، كله كاوتش، وقلنا عشان الايه، حتة ان هو يتسلت من الركاب في حالة الخطر. طبعا هنا طبعا ميزة السوستة دي ميزة بصراحة عظيمة جدا، بتسهل اللبس والقلع. في هنا طبعا ضفر للايه، للخلع. كمان البوت الطويل ده بيحمي السمانة من هنا، لان احنا دايما بنبقى ماسكين بالسمانة على بطن الحصان، فبتحمي المنطقة دي. هتلاقي بص المنطقة دي معرقة شوية وفيها احتكاك من كتر الايه، ما احنا ماسكين على الحصان. كمان في حالة جري الحصان المنطقة دي كلها بتبقى متلاصقة للحصان بشدة، وبيبقى فيها احتكاك جامد. فطبعا هنا دي كله ده بيحمي طبعا الرجل من المخاطر دي. انا جربت بصراحة البوت اللي هو القطعة الواحدة ده، بصراحة عجبني جدا. كان عندي البوت القصير شوية بس ما كانش عاجبني قوي، كانش احسن حاجة. كمان ما فيهوش كل المميزات اللي البوت ده، هناك النعل ناشف مش جلد، تمام، ما فيهوش الدعم ده خالص، ما فيش الدعم اللي بيدعم السمانة مع الرجل كلها. انت لما بتلبس البوت ده فعلا بتحس بدعم في رجلك، تيجي حتى تنزل رجلك لتحت انت مسنود، رجلك مسنودة، تمام. وبرضو من موضوع الدعم ده، برضو انت في السديري برضو بتحس بدعم وانت لابسه، بيديك يعني قوام بيوصله بظهرك. بس دي اغلب الحاجات دي، واسعار الحاجات دي بقى بإذن الله هقولها لكم فين، في فيديو تاني.